السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم بصحه مزيانه. انا اليوم درت هاد لا فيديو باش نهضر لكم على القشره اللي كنعانيو منها حنا بزاف ديال الناس. المهم القشره هي واحد الشامبينيون كتسمى المايسيزيا اللي كتمتص النسيبوم، اللي هي اللي كتنتج لنا على داك القشره اللي كطيح لنا على حوايجنا. هادي ماشي قشره، ما فيهاش القشره، هادي ماشي ديالي انا. اليوم جبت لكم الحل، ما جبتش لكم حل واحد، جبت لكم جوج ديال الحلول. الحلول هما كنحتاجوا الخل، نص كاس ديال الماء دافي، كندير جوج معلقات ونص، جوج معلقات كبار ونص في نص كاس الماء، فوق يكون فايت شويه النص لهذا القياس هذا، تنديرو وتنخلل به شعري، يعني تنديرو هكا في الجلده، كنتهنى من القشره. والله هذه واحد الوصفه اللي هي 100% مضمونه على حسابي. الحل الثاني كما قلت لكم عندي جوج الحلول، الحل الثاني حتى هو نص كاس الماء دافي، الملحه اللي ضروري عندكم في الدار، الملحه حتى هي كتشدي شويه ديال الملحه، ديك معلقه صغيره تديريها في نص كاس ديال الماء، وتا هي نفس الطريقه تديريها في الجلده ديال شعرك. هذه هي الوصفه ديالنا اللي هي ساهله، ما كتطلبش الوقت، ما كتطلبش بزاف ديال الحوايج، يعني مضمونه 100% ومجربه، وغادي تشكروني عليها. وكنتمنى تابوناو عندي، لايك جيم 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 جمجموني، وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم ومع اصحابكم، لان مازال كاين الجديد ومازال كاينين وصفات اللي غادي يعجبوكم بزاف بزاف بزاف. وما تنساوش